شكرا للجريدة الإلكترونية بالبريس. أهم المنجزات هو أنه عندما انتخب المكتب الجديد في شهر مارس 2017، أول الملفات اللي كانت على المكتب ديالنا، وهي المشكل الأول هو مشكل النظافة اللي كان تشكل واحد المشكل كبير بالنسبة للساكنة، ومشكل ديال الهدر المدرسي، لأن لاحظنا بأن العالم القروي، ولا يخفى عليكم بأن جماعة سيدي حياة زهير المساحة ديالها 500,000 كيلومتر، ثلثين من هذه المساحة هي تمثل العالم القروي، بحيث كاين المسافة ما بين المركز سيدي حياة زهير والرمامحة تقريبا 40 كيلومتر. ففكرنا أولا فيما يخص محاربة الهدر المدرسي شراء مجموعة من السيارات اللي نستعملوها في النقل المدرسي، ولله الحمد وصلنا اليوم أكثر من 1800 تلميذ تستفيد من هذه العملية، وبالتالي وتستفيد بالمجان، بحيث أن هذا الدري كان بالنسبة لوالديه خصو يوميا أكثر من 20 درهم باش يدي بلاصة ما بين المركز السياحي وما بين مثلا الرمامحة أو منطقة أخرى، وبالتالي استطعنا ولله نحافظوا للمواطن على هذا 20 درهم في اليوم، خصوصا إلا إذا كان عنده 3 دراري ولا 4 دراري، دونك راه 80 درهم ولا ضربناها في 26 يوم تعطي واحد المبلغ اللي مهم اللي تحتفظ به المواطن في الجيب ديالو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص النظافة بتعاون مع شركة العمران، لأن هي تدبر مدينة تمسنا، درنا واحد لا كونفونسيون، هاد لا كونفونسيون المبلغ ديالها تقريبا 950 مليون في السنة، اللي تتساهم جماعة سيدي حياة ب 350 مليون، وتتساهم شركة العمران تقريبا ب 6 مليون درهم. وللإشارة فإن المجلس السابق كان يدبر هذا القطاع بتقريبا 560 مليون. إلا درنا عملية حسابية تلقاو بأن المجلس ديال جماعة سيدي حياة الزهير استفد بواحد 250 مليون اللي رجعات للجماعة. المشكل الثاني هو درنا الثالث هو المداومة لا بيرمانونس. هي لا بيرمانونس 24 ساعة على 24 ساعة، بحيث يمكن لأي مواطن مع جوج اللي ثلاثة اللي ربعة حتى ربعة الصباح يمكن يتصل مباشرة اللومبينونس وتجيه وبالمجان. إذن حاولنا باش نتقربوا في لوكوتي سوسيال مع المواطنين ونحاولوا نواكبوهم. زيادة على نقطة مهمة، وهي أننا لاحظنا بأن المجلس ديال سيدي حياة الزعير عنده مجموعة من المداخيل واللي ما كانش استخلصها، واللي تبعنا هذا الملف ولله الحمد في 2017 استطعنا نديروا واحد الفائض تاع 28 مليون درهم، جوج الملاير 800 مليون، وهذه السنة استطعنا ولله الحمد نديروا واحد 6 مليون و300 مليون ديال الدرهم، اللي ملي تنجمعوهم لا توتاليتي ديالهم لقينا ما بين 2017 2018 وصلنا اليوم الحمد لله واحد المداخل ديال 120 مليون درهم، واللي برمجنا بها مجموعة من المشاريع اللي غادي تعود بالنافعة على جماعة سيدي يحيى، خصوصا فيما يخص لاميناجمون ديال المركز ديال سيدي يحيى الزعير، بناء واحد سوق تجاري بالمركز ديال سيدي يحيى الزعير، ملاعب القرب، وعطينا واحد الأولوية كبيرة فيما يخص العالم القراوي، بحيث خصصنا ما يفوق 35 مليون درهم للعالم القراوي لربطه بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء. تنظن بهذه المجهودات، وخصوصا ان غدا ان شاء الله غادي نعطي واحد العرض بالتفصيل وبالاحصائيات، وهذا اليوم غيكون واحد اليوم تواصلي مع المجتمع المدني، لان تنعتبر المجتمع المدني واحد الشريك استراتيجي، واترافير المجتمع المدني تنتواصلوا مع المواطنين.
المجتمع المدني اللي هو يمثل المواطنين هو اللي تيحس بالنبض ديالهم، هو واحد القوة اقتراحية اللي يمكن في العرض ديالنا غتبان شي هفوات ولا هذا يوجهنا، واللي تنعتبروه من حقه يطالع على التسيير ديال المجلس وعلى المشاريع ديالو، وحنا تنتعاونوا معاهم وهما تيتعاونوا معنا. عندنا لا ترونسبارونس توتال، حنا الوضوح التام، حنا ملي جينا هنا خدمة غنخدموا المواطن ومن حق المواطن بالمعلومة. إذا جينا بغينا نقدموا لهم الحصيلة ديالنا اللي درنا في هذا عام ونص، وعندنا الشجاعة باش نقدموها للناس، لأننا الهدف الأساسي ديالنا والهاجس ديالنا هو نخدموا المواطنين. غنقولوا للمواطنين ها حاسبونا. إذا تنظن عندنا الشجاعة، وهذا الشيء خصو يديروا الجميع، كاع جميع رؤساء الجماعات، وغادي تكون واحد السنة اللي خصو يمشي عليها المجلس ديال سيدي يحيى الزهير. كيبقينا حنا في المكتب ولا ما بقيناش؟ بيان سور هذه بادرة اللي خديناها حنا، وتنطلبوا من الإخوان الرؤساء باش هما نفس البادرة يتبنوها. الإكراهات، أول إكراه عندنا ولكن الحمد لله نجحنا فيه نسبيا، هو الإكراه ديال إعادة إسكان دور الصفيع. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للسيد العام اللي عطى واحد الدفعة قوية معنا، بس استطعنا ولله الحمد آخر دوار اللي متواجد هو السوق، لا تنظر العملية انتهت البارح، وبقى لنا دوار متوكل ماشي شي حاجة كبيرة، ولكن الإكراه اللي عندنا هو إعادة إسكان الشباب، لأن الشباب ما داخلينش في هذه المعايير اللي تبنتها اللجنة بإعادة إسكان دور الصفيح. دونك العائق الأول والهم الأول ديالي وحنا كمكتب هو إعادة إسكان هاد الشباب، ولا تنفكروا إن شاء الله باش دار واحد الجمعية بتنسيق مع الإخوان ديال شركة العمران طبيعة الحال موافقة سلطة الوصية، على اساس نديروا لهم واحد المشروع اللي نستطيعوا بهم حتى هما نعاونوا الادماج ديالهم. هذا هو الاكراه الكبير اللي عندنا، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا. اول حاجه بالنسبه لي انا ما عندناش معارضه داخل المجلس، ما شعرت بها الا في الدوره الاخيره، بعض الاخوان ينتمون بكل صدق الى العداله والتنميه، هما اللي خداو واحد الموقف، خصوصا بعد ما وصلنا النتيجه ديال هذا الفائض ل 120 مليون درهم. اذا انا بالنسبه لي الله تفاجئ بهم ديرنييرمون، مازال ما بينوش على الوجه بانهم راه في المعارضه، وفي الوقيته اللي غادي يبينوا بانه في المعارضه لكل حديث حديث. شكرا.